نصيب سعادي سعيد جدا، ولكن ايضا بشعر بمسؤوليه كبيره لانه مؤسسه مثل الجامعه الامريكيه يتحمل هذه المسؤوليه مساله مش سهله، وما باخذها يعني بسهوله. وطبعا فخور بهذا الدور. فيما يتعلق بالجامعه يعني بدون شك في تحديات لكل التعليم العالي في كل مكان، ولكن في فرص ايضا. يعني تعلمنا اولا خلال السنتين الماضيات، تعلمنا انه نتاقلم، تعلمنا انه نستعمل ادوات ما كنا بنعرف نستعملها من قبل. مطلوب منا انه نفكر بالتعليم في المستقبل، مطلوب منا نفكر بالحقول للمستقبل، ولكن بظن انه عندنا القدره انه نتاقلم وانه نلعب دور في المرحله القادمه في القرن الجديد من تاريخ الجامعه. يعني القرار بفتح الجامعه قرار مش سهل، واخذت اجراءات عديده، يعني الغالبيه العظمى من طلاب الجامعه ومن الاساتذه ومن الاداريين ملقحين، وعندنا نظام فحوصات بي سي ار مستمر، فاخذنا مجموعه من الاجراءات. يعني قرارنا بالرجوع قرار محسوب وموزون، انه نرجع لانه ما فينا ناجل الحياه لامد غير محدود، ولكن بنفس الوقت يجب ان نكون على حذر وعلى درايه بهي العمليه. ففي عندنا مجموعه من الاجراءات ناخذها. هلا طبعا نحن عاده بنلبس الماسك، بس في جو احتفالي اللي بيطمن انه في الفضاء نحن اولا إمكانية الانتقال، وغالبية الكوميونيتي غالبية المجتمع في الجامعة ملقح.